بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مصحف وجد في المسجد قد أكلته الأرض، أتت عليه من هذا الجانب، لكن العجيب في هذا المصحف أنها لم تتعرض ولا لحرف من كلام الله. انظر، هذا أبعد مكان وصلت إليه. لو فتحنا في هذا المكان نجد في صورة في الجزء السابع من سورة الأنعام كلمة العليم. انظر، أتت إلى قرابة الحركة ولم تتعرض. فهذا حفظ كلام الله سبحانه وتعالى في ورقة، حفظ الله كلامه في ورقة، فكيف بمن حفظ القرآن في قلبه؟ نسأل الله أن لا يحرمنا فضل هذا القرآن، واجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وسبحان الله وبحمده.